أن كما ذكرت اسطنبول وهي يعني ليست فقط من المدن الثلاثة الأولى التي تعتبر مهمة انتخابيا، مهمة جدا لرجب طيب أردوغان كما ذكرت، وبالأمس ناداها كثيرا كما ناداها في الجولة الأولى. ربما أتابع المشهد في اسطنبول مع ريما أبو حمدي. نادى إذن رجب طيب أردوغان اسطنبول في الجولة الأولى لتعطيه أصواتها ولتثبت لكمال كليشدار أغلو تحديدا كمنافس رئيسي بأنه لا يصلح لرئاسة تركيا، لكن حينها النتيجة لم تكن تماما كما يريد. حصل على 5 نقاط تقدم بها على كمال كليشدار أغلو، لكن بالأمس ناداها مجددا. سنرى إن كانت فعلا ستعطيه أصواتها كما يريد، لكن هل يعني كل الرسائل التي بالأمس تبعناها في خطابه وأيضا في خطاب وتصريحات منافسه كمال كليشدار أغلو للمشاركة الكثيفة، هل يبدو أن هناك استجابة للإقبال على صناديق الاقتراع في هذا اليوم؟ نجلاء، ولربما هذه الدعوة من قبل رجب طيب أردوغان للناخبين خاصة هنا في اسطنبول بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بسبب عدم حصوله على عدد الأصوات التي لربما كان يأمل بالحصول عليها من هذه المدينة. تقدم عليه كمال كليتشدار أوغلو زعيم المعارضة في هذه المدينة رغم تقدم زعيم أو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحوالي 5 نقاط وبفوزه بأكثر من 2.5 مليون صوت إضافي على تلك التي حصل عليها كمال كليتشدار أوغلو، ولكن النتائج من إسطنبول كانت مخيبة ومخيبة للأمال بشكل كبير للرئيس التركي، وبالتالي لربما كان هذا التكثيف الدعائي الانتخابي لرجب طيب أردوغان ومعسكره هنا في محاولة للحصول على أكبر عدد من الأصوات، في محاولة للتركيز على الإنجازات التي أحرزها أردوغان ليس فقط على مستوى الجمهورية التركية ولكن هنا في إسطنبول عندما كان رئيسا للبلدية، وتحولت هذه المدينة بشكل كبير خلال وجوده في سدة رئاسة البلدية. لذلك يعول كثيرا الرئيس التركي على هذه المدينة، رأينا كيف كثف حملاته هنا، كيف أنه أيضا سيصوت في هذه المدينة مسقط رأسه، وبالتالي يأمل أن يكون هناك توجه كبير للناخبين وأن تكون النتيجة لصالحه بطبيعة الحال، بسبب أن عدد الأصوات، عدد الناخبين في هذه المدينة يفوق عن 10,500,000 صوت، وبالتالي كل صوت مهم في هذه المدينة. الإقبال في الجولة الأولى من الانتخابات في إسطنبول كان بشكل كبير، في بعض المناطق في بعض الدوائر الانتخابية فاق 90%، وبالتالي يتوقع أيضا خلال اليوم، خلال ساعات اليوم، أن يكون الإقبال كبير جدا أيضا على الجولة الثانية من الجولة الحسم من الانتخابات الرئاسية التركية. في الجولة الأولى كانت ساعات الصباح لربما هادئة، وإن كانت في بعض الأحيان كان هناك الكثير من الناخبين، ولكن الآن يبدو أن الإقبال أضعف في ساعات الصباح، سيكون هناك إقبال كما يقول الناخبون في ساعات ما بعد الظهر أكبر بكثير. خلال تواجدنا في إسطنبول على مدى اليومين السابقين كنا نتحدث إلى الأتراك حول سبب توجههم إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد إذا ما أرادوا التصويت في الانتخابات، ويقولون إن أو قالوا لنا إن لديهم أسباب عديدة، من بين هذه الأسباب بطبيعة الحال السبب الاقتصادي، وهو لربما العامل الأهم في توجه الناخبين الأتراك إلى صناديق الاقتراع. المعارضة حتى هنا في إسطنبول لعبت بشكل كبير على موضوع اللاجئين ولعبت بشكل كبير على قضايا يقول بعض الناخبين الأتراك إنها مهمة ولكنها ليست مهمة بقدر الذي يهم بقدر ما يهم الاقتصاد، وبالتالي الاقتصاد يلعب دور كبير في هذه الانتخابات، ولذلك رأينا كيف ركز المرشحان خاصة المرشح الرئاسي رجب طيب أردوغان على موضوع الاقتصاد خلال اليومين السابقين. خلال ساعات النهار سنوافيكم بكافة التفاصيل، سنكون في متابعة متواصلة لتوجه الناخبين واستقراء آرائهم خلال ساعات النهار لهذه الجولة. نعم ريما، سنكون معك ومع بقية الزملاء ونتابع مع مشاهدينا هذه